ديما ديما معاكم الشاب عمران ياسي محمد الخياط وليدك أناس فتح الله يا عمر السوسي وخيك خليل وعرب الأفوار يا باي باي أنا قصة فيك لقيت عليا لبنى مات في روسك حل وحدة فيهم لا بتبيع عندها طالب يبقى نساني فوالدي عندها طالب يبقى وليت كيف المبول كل لابسي دنظور يا زارت يا أسدت وما لقيت دوايا قالوا لي اللي خدمك ما تسميمتي سمحي لي يا باي باي العقل صفيت لقيت عليا البنات في روسك حل وحدة فيهم لا بتبيع عندها طالب يبطل السني هيبة ونسى قدير هي ابتسام سعيد مسكيني ينا ما ظهري هكا وليت مليوح في الزنقة معرفش منين جات الدقة وليت انا ضحية عيني صافيت لقيت عليا البنات في روسك حل وحدة فيهم لا بتبيع عندها طالب يبطل السنيف وليدي عندها طالب يبطل السنيف وليدي يا الهادي وليدك امين خويا خالد ولد خالتك عبد العالي والناس الجزائر المتغربين علينا حي عليا يا داك الطالب تبهدل في الرجال وتكتب قدام ربي واش تقول حرمتيني من عيب يا سقصي وذاك المهبول انا جبتها مره يا باي باي انا قصه فيك لقيت عليا البنات في روسك حل وحده فيهم لا بتبيع عندها طالب يبقى السنيف والدي عندها هي خديجة يا وليت كيف المبول كل نفسي دنظور يا زارت يا أسدت وما لقيت دوايا قالوا لي اللي خدمك ما تسميمتي سمحي لي يا باي باي العقل صفيت لقيت عليا البنات في روسك حل وحدة فيهم لا بتبيع عندها طالب يبطل السنيف وليدي عندها طالب يبطل السنيف وليدي يا اخويا عبد الوهاب حبيبي اخويا والله يا رضوان تحية ليك يا صغير وليدك وليد
شمني جت الدقة واللي تنضحي عيني يا عمي وبلبك هدا ما تبع ليا يا باي باي انا قصة فيك لقيت عليا البنات بيروسك حل وحدة فيهم لا بتبيع عندها طالب يبقى السني فيهم لا بتبيع عندها طالب يبطل السر